اليوم بدي بلش وبدي أخبركم عن خبرية كتير صغيرة صارت معي من فترة. وأكشلي من شي 3-4 سنين أنا كنت رايح بدي أشتري كتاب ريت عنه اسمه The Da Vinci Code، هو باي دان براون، كتاب مشهور وكتاب منه موجود بلبنان لأنه منعينه أنه فعلا يفوت على لبنان، مع أنه ما فيه شي علمي أو فيه شي يمكن ما بعرف معلومات بعتبرها خطيرة، لأنه بالآخر هو كتاب بخيال منه كتاب واقع، منه دوكيومنتير أو شي، ولكن كان بعده ممنوع بلبنان فاضطريت أنا أجيبه من برا. فهلأ منجي من هون لأول نقطة بدنا نحكي فيها، هل أنتوا باعتقادكم أنه حيلا كتاب، أنه هل بحق له لحيلا حدا أنه يمنع من وجود أي كتاب بأي مكتبة؟ ناطرين بس نشوف إذا مع أو ضد الفكرة. أنا رح أخذ أوكي. أنا بقول هلا ما بعرف حسب هالكتاب شو بيتضمن هلا، بس انه انا بقول انا عم بحكي انه حيلا كتاب بالمجمل لو شو ما كان بيتضمن هلا حيلا حدا بحق له انه ما يحط كتاب. اوكي انا ضد هالفكره، لانه بالنهايه الشخص هو عنده حريه، يا بيقرر انه يقرا هذا الكتاب، يمكن هن بيعطوه الايديا انه مثلا كتاب يتضمن على هول المعلومات على هول الاخبار او ستوري يمكن هو ما بده يعرف فيها. سو على الشخص هو ينقي، يا بيروح على انه يقرا الكتاب يا انه ما بينقي. سو هي حريه. انا برايي انا مثل لورا انه بحس انه ما لازم يمنع اي كتاب من انه ينباع او ينشر ببلد معين، لانه بالنتيجه بنكون يمكن عم نحرم هول الاشخاص من انه يعرفوا المعلومه الموجوده بالكتاب. وانه اذا حدا على باله يقرا شيء حلو انه يعمل عنه ريسيرش، يعرف عنه اكثر، يقرا يمكن الكفر من ورا حتى يعرف عن شو بيحكي الكتاب، وساعتها كل حدا يمكن بيرجع هو بياخذ قراره لحاله. حلو الواحد انه هو فعلا يكون عنده القدره انه يقدر يوصل للمعلومات اللي بده اياها، حتى يمكن لو كانت معلومات حقول انه منا منيحه يمكن، بس هو بيكون مسؤول عنها. هو مسؤول عنها، يمكن بده يقراها من غايه الحشري، يمكن بده يقراها ليستفيد منها، يمكن شو ما كان. انا بعتقد انه هي اهم. نعم 100%. لنروح على ثاني سؤال. باخر فتره يعني عبر شيء سنتين ثلاثه شفنا كثير تشالنجز عم تطلع على السوشيال ميديا، منهم واشهرهم هي كانت الايس باكيت تشالنج، وغيرهم كان في تشالنجز مثلا عالم عم تاكل حار بكميات منا معقولة يعني مأزية إذا بدكم. وحتى وصلت لأنه كان في مراهقين كانوا عم بيعملوا شيء اسمه تايد بوت تشالنج، اللي هو كانوا عم بيأكلوا كيس تايد تبع الغسيل، اللي هو فعلا يعني كلنا بنعرف أنه شيء منه للأكل. فأنا هلأ بدي أوصل معكم للنقطة والسؤال، اللي هو أنتوا برأيكم أنه اليوتيوبرز هن لازم يعملوا قصص هن ما بدهم يعملوها لأنه العالم عم بتقلهم، ولا مفروض أنه يعملوا كل شيء العالم بتقلهم إياه؟ لا اكيد مش كل شيء العالم بتقلون اياه، لانه بالنهايه ما فينا نلحق ما بعرف كيف بقولوها، بس انه شو المثل او شو الكوت يعني. بس انه اكيد ما فينا اذا شخص مش نلحق كلنا ورا، بالنهايه نحن عنا راينا، نحن يا منلاقيه صح او غلط. سو ما فينا نمشي على عميانه بس لانه سلامود او كل او اتس ترند مثل ما انت قلت. 100%. وكمان في شغلة إنه أوقات هول التشالنجز اللي عم تطلع وهالأخبار عم بيكونوا كتير مأزيين، مثل ما قلت منيف إنه عم بياكلوا أشياء ما لازم ياكلوها، عم بياكلوا حار بكمية 100%. فهول الأشياء عم بتكون كتير شوي يمكن الشخص يبين إنه أنا عملتها تعالوا شوفوني، بس إنه هي بالنتيجة كل شخص بده يعمل هيدا الفيديو لازم يفكر قبل كثير بالكونسيكونس يعني اللي رح تصير معه للاشياء اللي عم يعملها. هلا انا بدي ضوي نقطه انه وقت اقول يوتيوبرز، في كثير يوتيوبرز هن شغلتهم انه يكونوا يوتيوبرز وبيطلع لهم مصاري من انه يطلع لهم يوتيوبرز، بس مثلا الايس باكيت تشالنج كل العالم عملتها إيه؟ بس حلوه نعم كانت مهضومه شيء تسلينا ايه، ولكن وصلت للتايد بود كان بعتقد كان شيء كثير اوفر عن الزومو يمكن. اخر نقطه بدنا نحكي فيها، نحن مثل ما بنعرف انه الموسيقى اللي نحن بنسمعها على الراديو او الميوزك اللي هي اكثر شيء عندها رتب عاليه يعني بالعالم الموسيقي، هي عاده بتنقى من العالم يعني ثلاث ارباع العالم شو بتحب اي غنيه اكثر شيء بينحط لها رانك نمبر 1 او رانك نمبر 2 رانك نمبر 3. هل انتم برايكم انه ترتيب الموسيقى العالمي مفروض يكون معتمد على شو العالم بتحب، ولا مفروض انه يكون في عالم درس موسيقى او بتعرف موسيقى وتحط انه اي غنية يمكن احسن من تانية؟ لا بحس كل حدا حسب حاله هو شو بيفكر، لانه يمكن انا ذوقي بيختلف عن هيك اكيد عن ذوق. بس بدك تشوف يعني ما بعرف بحسون انا الاثنين سوا، انه بدك تشوف اذا موسيقى مرتبه خرج تنسمع، مش انه مهم دقينا وطبلنا دقا. كمان في راي مثل ما قالت ري انه يمكن انا يمكن حبها للميوزك كثير حسها كلاسيك، غيري حسها كثير بتطوش مونوتون او بتزهق،
حسب كل رأي. إيه 100%. هلا الموسيقى هو شيء. بس يعني إنه حلو نعمل يعني حلو اللي يصير في ريتينج مثلاً هو للتوب 10 وهيك حلو بيشجع العالم يسمعوا ممكن ما بعرف بيصير في كومبيتيشن حلوة من ما إنه خلاص غنية نزلت ومعطيناها أهمية. إيه بس ساعتها في كتير أغاني خارج هذا المضمون تبع الموسيقى ما حدا بيعرف فيها وما حدا بيسمع فيها يمكن هي موسيقى كتير حبة يمكن حلوة يمكن كلنا كتير نحبها ولكن ما وصلت لنا بالآخر يعني هذا السيستم اللي هو ماشي ما فينا يعني ما في يقول إذا صح ولا غلط أساساً لأنه اقترح إذا فينا نعمل شيء بخصوصه ولكن نعم هي أكترية بتنقي الموسيقى ومع أنها ما بتكون يمكن أكتر شيء هذا هو كان كل شيء محضر لأبر داون يوم وهلأ دغري ننتقل على سيجمنت هذا